أشكرهم لأنهم ملأوا أيامي بالبحث طوال الرواية الفائزة. واحد اثنين ثلاثة. موت صغير محمد حسن علوان. وتهانينا أيضا للفائزين الستة أجمعهم. طبعا سعادة عارمة وكبيرة، شعور بالامتنان أيضا لكل من ساهم في صناعة هذه الرواية منذ كانت فكرة وحتى وصلت إلى منصة التتويج، من أصدقاء، من الناس أعرفهم وربما لا أعرفهم، يعرفونني وربما لا يعرفونني. هذا الشعور تحديدا هو الذي كان طاغي على جميع المشاعر الأخرى عندما سمعت خبر فوزي بالجائزة. من وجهة نظري إنها كانت يعني رواية متميزة جدا ومختلفة عن اللي بنشوفه بالسوق، فرواية زخمة ومليئة وبتأمل إنه القراء يعني تعجبهم زي ما عجبتنا. ارتكابي هذا الخطأ، ولكني ممتن إلى الخليج أن يكون قد استمتع بها ومن لم يكن. أدبيتها هي يعني أدبية أكثر منها مالية، لأنه في جوائز في العالم العربي صار كميات المال اللي فيها كثير أكثر من هاي، بس أهميتها إنه هي جادة جدا، و يعني من ناحية اختيار المحكمين، ومن ناحية الإدارة، من ناحية الإعلام حواليها، من ناحية التنسيق، من بتهيأ لي إنه يعني ارتقت بمستوى الجوائز الأخرى. رأى فيها أنها فرصة ثمينة جدا للوصول إلى قارئ مختلف ربما لم أكن لأصل إليه دون هذه الجائزة، وأنا ككاتب دائما سعي الأساسي الدؤوب هو البحث عن القارئ النوعي، القارئ الذي أستطيع أن أبني بيني وبينه جسرا من الكتابة، يعني يمضي فيه ثلاث أو أربع ساعات من القراءة. نحن ككتاب بدون قراء كمن يصرخ في الفضاء الخارجي لا أحد يسمعه. ما هو شعورك الآن؟ نسيت والله. أعتقد لي دكتورة سحر ثم نفتح.